So I'll tell you. I'll give you the answer, and then I will also give everyone a lesson that I learned. No. Change your password. No. انباء من قلب الحدث واخبار حصري عن نجوم عالم بوليوود والدراما الهندية. ليلة حمراء وماجنة لأبناء نجوم بوليوود تتحول إلى فضيحة مدوية، وفيديو حصري لهم يوثق ذلك. من هم أبناء النجوم الذين أشرفوا على تنظيم هذا الحفل، وكيف علق الجمهور الهندي على ذلك؟ اعترافات صادمة لكاترينا كيف بمناسبة عيد الحب يجعلها محط سخرية وانتقاد. هل بالفعل تجسست كاترينا كيف على زوجها فيكي كوشال، وما سبب بكائها في دورات المياه العامة؟ نجم بوليوود أكشاي كومار يخطف قلوب الجماهير في آخر ظهور لها، ومقطع حصري من قلب الحدث. حقيقة اعتزال الممثلة كراتيكا سينجر بطلة مسلسل ملكة جانسي، وتصريح حصري يوضح صحة ما يروج حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي. لقد أصبح نجم بوليوود أكشاي كومار نشيطا للغاية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح هذا الشهر من بين الشخصيات الأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره لمقاطع راقصة مع العديد من نجوم بوليوود، وعلى رأسهم سلمان خان ونورة فتحي وتيكا شروف والآخرون، ليتصدر البارحة من جديد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أثناء حضوره لحفل زفاف في جيبورة يعود لابن أحد أشهر نجوم الجنوب، إذ خطف قلوب الجماهير بعفويته وحضوره المميز وحركته الراقصة وانسجامه السريع مع الحضور. إليكم هذا المقطع. تعيش الممثلة كراتيكا سينجر بطلة مسلسل ملكة جانسي حياة عائلية سعيدة بعد استقبالها لمولودتها الأولى ديفيكا بعد 8 سنوات من زواجها من الممثل نيكي تيندهار، إلا أن غيابها عن الساحة الفنية جعلت معجبيها يتساءلون عما إذا كانت قد اعتزلت بالفعل عالم الفن، فهي لم تنفي ولم تؤكد حقيقة اعتزالها، ولكنها أكدت على أنها حالياً متفرغة لتربية طفلتها التي انتظرتها لسنوات طويلة، وأعربت عن سعادتها لكونها تعيش أياما استثنائية بعيدة عن الضغط والتوتر النفسي. كما قامت هذا الأسبوع بمشاركة صور ومقاطع لابنتها لأول مرة على مواقع التواصل الاجتماعي من حفل طقوس التنقية، وهو حفل هندي يعتقد أن هذه الطقوس تخلص الطفل من الطاقة السلبية التي كانت في حياته السابقة لتعزيز نموه الروحي والعقلي. بمناسبة عيد الحب قامت جميلة بوليوود كاترينا كيف بتنظيم جلسة خاصة برفقة ميني ماثور وكاريشما كوهلي للإجابة عن الأسئلة الأكثر إحراجا، ومن بين هذه الأسئلة: هل سبق أن قمت بالتجسس على زوجك فيكي كوشال؟ وكانت إجابتها بنعم، وعلقت قائلة: لقد فعلت ذلك في الأيام الأولى التي كنت فيها أقل حكمة، والآن بعد أن أصبحت أكثر حكمة لن أفعلها أبدا. كما اعترفت أيضا بأنها قد بكت كثيرا في دورات المياه العامة في بعض حفلات ديفالي، إذ جعلت هذه الاعترافات المعجبون ينقسمون بين من أكد على أن سبب تجسس كاترينا كيف على هاتف زوجها هو إحساسها بعدم الثقة في النفس الناتج عن الفارق السن المتواجد بينها وبين فيكي كوشال، وبين من أكد على أن هذه مسألة عادية وجاري العمل بها بين الأزواج سواء العاديين أو المشاهير.
يبدو أن أبناء نجوم بوليوود سيحطمون مسيرة والديهم الفنية ومكانتهم المميزة في قلوب معجبيهم بسبب تصرفاتهم الطائشة والغير المسؤولة. تم تنظيم البارحة حفلة مجيئة من قبل أبناء نجوم بوليوود في إحدى مطاعم مومباي، وتضم كل من أريان خان وسوهانا خان أبناء ملك بوليوود شاروخان وأنانيا بانداي ديشا باتاني، نايسا ديفكان ابنة كاجول، وإيزابيل كيف شقيقة كاترينا كيف والآخرون. إذ ما أثار انتباه الجميع هو لحظة خروج أبناء النجوم من الحفلة وهم يتمايلون يمينا وشمالا وفي حالة سكر مبالغ فيها، وخاصة نايسا ديفكان ابنة كاجول التي لم تستطع السير لوحدها واستعانت بحارسها الشخصي لإيصالها إلى سيارتها الخاصة وهي في حالة إغماء شديدة. فقد أعرب المعجبون عن استيائهم لتصرفات أبناء نجوم بوليوود، وأكدوا على أن هذه التصرفات ستؤدي لا محالة إلى توسيخ سمعة آبائهم النجوم. إليكم المقطع ولكم التعليق. Thank you.